بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف كلا سوف تعلمون تعلمون. The next ayat is same, only we are adding ثم. ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين علم اليقين لا ترون ال لا ترون الجحيم لا ترون الجحيم لا ترون الجحيم ثم لترونها ثم لترونها
ثم لترونها. عين اليقين، عين اليقين. ثم لترونها، عين اليقين. ثم لتسألن، ثم لتسألن، ثم لتسألن يومئذ، يومئذ عن النعيم، عن النعيم. Always remember seen and thus different. This is tha very soft and seen we make the whistle sound. Tha seen. And I'm reading, listen carefully. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. One more time. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر It's ثور not سور okay. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر It's ذا not ذال حتى زر زر hard letter حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون إنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم